مرحبا. مرحبا لكل الأصدقاء، مرحبا لكل المشاهدين، ومرحبا كبيرة لكل الناس اللي بتتابع من دون ما تروح عليهم ولا حلقة. تحياتي أصدقائي للناس المقيمة بلبنان، لكل الناس المقيمين خارج لبنان بدول العربية أو حول العالم، الجالية اللبنانية أرحب بكم. حلقة رائعة بكل الأبعاد، حلقة رح تضوي على مجموعة من الآفاق ومجموعة من الأفكار ومجموعة من الأمور يلي أؤكد ما عندكم فكرة عنها إنها موجودة عنا بلبنان. البداية من هيدا اللوكيشن يلي ما رح أعرفكم عليه هلأ، رح أعرفكم عليه بعد شوي، الطريقة والديسبلاي والألوان وشجر الصنوبر بخدمة كل حدا يزور هذا المكان. مين هن ضيوفنا يا ترى لهذه الحلقة؟ نتعرف عليهم مع كل التفاصيل خلال اللحظات. أما هلأ جراند ميرسي، very big thanks لكل الشخص عنده بزنس وبعده موجود عنا بلبنان، لكل الناس يلي عم بيأمنوا بالإنفستمنت عنا بلبنان، لكل الناس اللي عندهم شركات، مصانع، مؤسسات وكل ما يتعلق بالسياحة وبعدهم عندهم الفكر يقول جملة وحدة لا بديل عن بلدنا وأكيد رح ننجح عنا بلبنان. هيدي العينة من الناس موجودة في هذه الحلقة، تابع كي تنبهر. عالم الأساطير أبدأ، من آلهة الجمال أبدأ، أفروديت. ولكن عنا بلبنان أفروديت منا باليونان ولا عند الأغريق، أفروديت باي جي كي. هن الضيوف الأوائل، وهيدا السالون يلي رح نحكي عنه اليوم رح يكون عم بيقدم مجموعة من الخدمات الجمالية يلي تناسب كل الصبايا وكل الليديز، من بين طبعا الراشن تكنيك اللي له علاقة بالنيل كير وغيرها من الأمور اللي له علاقة بالفيشل. التفاصيل على السيجمنت نمبر 1. من بعدها منروح إلى منطقة بيروت وتحديدا إلى شارع كروكودي القريب من مطار بيروت، وإلى مكان لم يسبق أني رأيت ميزة مثل هيدي الميزة، مكان فيه المساحة، مكان فيه الراحة، مكان بأشجار الصنوبر يتكلم وعامل مثل بيئة ومحمية للعصافير. أتكلم اليوم proudly عن ليلاندي لاند. نهاية الحلقة لا تقل أهمية، عنصر الجمال يرتفع والتغيير والريلوكينج، ولكن مش من ناحية الملامح، التغيير يكمن بتغيير الشعر. فينا نغير لألوان متعددة، فينا أنه نبين قصينا شعرنا من دون ما يكون قصينا شعرنا، فينا نغير الكات أو نشيل الغرة أو نوضع غرة من خلال الويجز. الويجز من وين معقول نجيبه ويعطي لوك طبيعي؟ منروح على الاسم يلي اليوم رح ضوي عليه، تذكري فلوريتا هير. أما هلأ لحظات كتير قليلة تستمتعوا انتو بلوكيشن رائع بمشهديات عنا بلبنان وننطلق.
أصدقائي نوصل للحظة اللي خبرتكم فيها قبل شوي عن أفروديت باي جي كي. هالمكان الحلو رح يستقبل الصبايا، ولكن لفت لي نظري عندها شعار لإلها، سلوغن لإلها بتقوله بكل لحظة لكل سيدة. ما رح خبركم أنا عن الشعار، لأنتم لما تتابعوا بتعرفوا شو بتقول جويس لكل كلاينت بتفوت لعنده. يلي بدي خبركم إياه بس إنه أكيد أي سيدة بتدخل لعند أفروديت باي جي كي تخرج سعيدة ممتنة وراضية. ماذا بعد؟ شاهدي. ليديز من عصور بعيدة كان في أسطورة وقصة تتداول عند الأجيال عن آلهة الجمال أفروديت. اليوم هيدي الجميلة أفروديت موجودة ضمن عنا بلبنان، وطبعا بكونسبت لا يخلو من الجمال ولا يخلو من التقنيات ولا يخلو من الاحتراف، لأنه الأونر محترفة بكل الأبعاد وما بتقبل إلا أفضل الأمور ولا تسمح بأقل من الممتاز. أتكلم proudly عن أفروديت باي جي كي، وطبعا ضيفته هي جويس القاعي. هلا هلا فيك يا رندا. جويس، الدليل اللي أنا قلته أنه أنت حدا بيكي لدرجة ما بتقبلي بأقل من الممتاز. نحن هون بالصالون لازم يكون كل شيء بيرفكت، من أصغر ديتيل لأكبر ديتيل، تتكون الزبونة عنا مبسوطة، مرتاحة، مقتنعة، وطالعة من عنا تكون نفسيتها حلوة. قدي بتتعاملي سيكولوجياً مع هالكلاينت اللي بتقعد قدامك يمكن أكثر من ساعة ربما، لحتى بلكي تحكي بلكي تفضفض، وقدي أنت صدرك رحب؟ أكيد أنا صدري رحب كتير، وأنا أغلبية الكلاينتس عندي صرنا لمرحلة أبعد من أنه أنا نيل أرتست وهي كلاينت، صرنا كايند أوف فرنس فيك تقولي، مؤتمنة على أسرارها بعض الأحيان، قلبي مفتوح بسمع لها، أوقات يمكن إذا في محل بسمح لحالي أعطيها نصايح، مهم هي تكون مرتاحة، يعني أنا بدي إياها تفل من عندي مش بس ضفيرة حلوين، نفسيتها كمان حلوة. نفسيتك شو طالبة؟ بتجي لعند أفروديت. بدي تتابع لحتى انه حتى الميوزك اللي انت بتطلبيها ممكن تتأمن لألي، بدك كلاسيكال، بدك تكوني يلا كتير مرتاحة ومبسوطة، يوجد. أما التقنيات حدث ولا حرج، شهادات بالعشرات، لأنه ضيفتنا مش قصة أنه والله عند الموهبة، شور عند الموهبة، ولكن كمان عندك الدراسة. صحيح. وخضعت لي تمارين وترينينج بعدة أكاديميز وكنت من الشاطرين. صحيح، كانوا ترينينز مكثفين، لأنه أنا حدا بيكي وبحب كون كل شيء على بيرفكسيون، كنت عم بتخصص بكل ديتاي صغيرة بخص هذا الموضوع، عم بيخد شهادة فيه تكون مأكدة أنه كله عم بنعمل 100% صح ولا شيء ناقص. 100%. منروح لعند أفروديت باي جي كي، ومنروح على السكشن اللي له علاقة بالنيل كير. اليوم كل بيوتي سنتر عندهم نيل كير، بس مش الكل بيتبعوا التكنيك الصعب اللي بده وقت، بده صبر، بده نفس، بده برودكت. أي تكنيك؟ نحن هون نستعمل الراشن تكنيك، هي بالوقت الحالي معروفة أنه هي أحسن تكنيك عم تنعمل وورلد وايد، لأنه دقيقة بتاخذي وقتك فيها، فيها ديتيلز، فيها نظافة، فيها ترتيب، فيها فينيساج كتير مهم. نحن صحيح انه بنقول ضفير يمكن بعض العالم ما بيهمهم، بس لا، ديتايات الضفير كثير مهمه تكون مرتبه وعلى بيرفكسيون. حتى البرمه اللي بتكون على فوق على اللحمه، هيدي البرمه مش كل الناس بتعملها ارك، هيدي كثير مهمه، كثير ارك، هي رسم. صحيح. هيدي بدها قدره، ومثل ما قلنا بدها صبر وبدها نفس. صح. بموضوع الراشن تكنيك عندنا قصه انه اللحمية أو ما يعرف بهالأمور الزائدة. صحيح. حول الضفر. صحيح. عادة من المعروف لكل الناس أنه بينقعوا الإيدين وبيرجعوا بينقصوا، ليه دراي؟ لأنه نحن بس ننقع الإيدين، صحيح أنه اللحمية بتش وبتهيك بتصير طرية لما نكون عم نقص بالمقص العادي المعترف فيه،
عم نشيل كميه زياده مش لازم تنشال، بس هي لانه على المي صارت طريه. اما براشن تكنيك بنستعمل شيء اسمه دريل يلي هو خصوصي على الناشف، ممنوع نحط ولا نقطه مي. هذه اللحميه كلها بتنشال جوست نسيسير، يعني قد ايه في لحميه بينشال، ما بنشيل ولا نقطه زياده. وهذا الشيء بيساعدنا كمان انه يضل الفورم تبع الضفر نيت ومرتب وبحذافيره كله معمول 100%. بالاضافه لكل هيدي الامور، طريقه البرد البرودكت اللي بيتم استعماله، وطبعا هون بدي انوه على موضوع انه حضرتك عم تستعملي نمبر 1 برودكت يلي هو فيكتوري فان، واللي اكيد متوفر مش انه كميه او علبه او قنينه او لون، كل شيء عندك من هيدا البرودكت. هيدا بيعطي ثقه كثير كبيره. كمان البرودوي بيعطي بالاخر نتائج اضبط. اكيد هن الفيكتوريا فين هلا النمبر 1 بالميدل ايست، معروفين بالدورابيليتي تبعهم، بيداينوا كثير الشغل فيهم، نحن كنيل ارتست كثير حلو، والريزلت تبعهم عم بيكونوا عن جد عم يتخطوا الاكسبكتيشنز. هن كثير رائعين، انا ما بستعمل غيرهم، وزبوناتي صاروا تعودوا عليهم، وانا وياهم ما بنقبل انه نغير ابدا، لانه عم يعطوا النتيجه يلي انا 100% perfectionist بحبها. النتيجه اللي انت بدك اياها، اللون اللي انت بدك اياه، حتى الديزاينز، عسيره الديزاينز. عندك ديزاينات مش انه ستيكرز اللاصق، لا نحن الديزاينات عند افرودايت هي ديزاينات هاند ميد، رسامه ضيفتي رسامه. جايس كمان من الامور الملفته عندك، بعيدا عن النيل كير، عن الفيشل اللي هو سكشن قائم بحد ذاته، كمان الفيشل بده دقه وبده ناس سبيشالست وبده برودكت. اكيد انا شخصيا مسؤوله عن النيل ديبارتمنت، وفي صبيه هي مسؤوله عن الفيشل ديبارتمنت، هي اكيد درستها واخذت شهادات فيها وشي از فيري بروفيشنال. كونسرنينج البرودكت اللي بنستعمله، ما بنقبل ب اقل، يعني المينيموم يكونوا نمبر 1 اللي هن كلهم فارماسيوتيك وكلهم بيعطوا النتيجه اللي نحن بدنا اياها. ما بنلعب بهالموضوع، لانه انت بتعرفي الوجه كثير مهم، ولازم يكون طب الطب لنعطي نتيجه طب. نحن بمنطقة برج حمود بمول كتير معروف تحت اسم ماستر مول، ماستر مول بالماينس وان. بدي أخبركم أنه يلي بيجي عند أفروديت عم توصلوا لعندهم من الجنوب ومن الشمال، لأنه بيقصدوا السيرفيس، لأنه السيرفيس بيضاين، الفيشل بيعطيكم جلو، والنتائج للوجه بتصير عم تستعملي هالوجه من دون ميك اب، زيرو ريسك، والأمور كلها حلوة. كل هالشي وين؟ عند أفروديت باي جاي كي. هي من يتخيل ومن يتوقع انه هيدي المساحه واشجار الصنوبر وهاللوكيشن الخضراء موجوده حد المطار؟ اكيد كتار منكم لم يزوروا هذا الموقع، وكتار من الناس يلي هن برات لبنان عم بفكروا بنوصل على المطار وبنجي لعندهم ديركت. اكيد انا اوافق على الموضوع، مكان لكل العائلة، مكان للصغار، مكان للكوبلز، مكان للاسترخاء، مكان لأطيب أرجيلة، مكان للقمة لذيذة سوفت. عند ليلاندي، ليلاندي لاند، مكان بيستقبل كتير من العائلات، مساحات جدا كبيرة، وطبعا المميز عنده وجود لأشجار الصنوبر، ومع كل شجرة في بيت للعصافير، محمية للعصافير، مؤمنة من قلب بيروت وجنب المطار. إنهم ليلاندي لاند. مشاهدينا، لما بتخلص المدارس كل ويك اند الاهل والكابلز والولاد بيوقفوا محتارين وين بدنا نروح. لا بليز، ما رح تحتاروا ابدا، من بعد هذه الحلقه رح تعرفوا تماما
وين هو المكان المؤمن والمخصص لكل العائلات عندنا بلبنان، وهيدا المكان لما تروحوا لعندهم فقط رح تشكرونا، رح تشكرونا لعدة أسباب المتعرف عليها من خلال one of the partners، لأنه هن family business. مستر إبراهيم عطار، يا هلا. هلا فيك سكرا. كيفك يا أستاذ إبراهيم؟ ماشي الحال، كله تمام، كله روح. يعني أهلا وسهلا فيكم. الله يخليك. بدي أقول لك أول شيء برافو على هالفكرة اللي خلقتها أنت ومستر فيصل، بدي أتوجه له بتحية. أكيد تحية له، يعني هو صاحب الفكرة، هو صاحب المشروع، هو صاحب التطور كله اللي عم نمشي فيه. نعم، من سنتين لغاية اليوم، إذا مروح قبل سنتين كان هون في مثل غابة فيها صنوبر ولكن ما فيها ولا كرسي، وما كان فيها بلاط، وما كان في شيء من هالشيء. أنتوا أخذتوا هاللوكيشن هاللاند وسميتوها ليلاندي لاند، لأنه متوفر هيك داير من دارة مثل كونكور لأجار الليلاندي، ومميزة بهالأجار الصنوبر. قدي قدرنا نخلق موقع للعائلات رغم أنه نحن بقلب بيروت بس كأنه بالقرية. صح، هو موقع للعائلات، والشيء الحلو فيه، الكونسبت الحلو فيه أنه بالطبيعة. يعني بيروت أغلب مطارح اندور، هو الكونسبت الوحيد شامل كل شيء، اوتدور، ألعاب للأولاد، في أكل، في كل شيء، رجيل، حتى عصير، كل أنواع العصير كله موجود، كله متوفر بهيك طبيعة وهيك عادة وهيك خضار. صح، على فكرة يلي بيكون قاطع على الطرقات لا يتهيأ لأله، ما بيعتقد أنه في مكان هالقد حلو هالقد مرتب. وبعدين الألوان المختارينة، يعني اللون الأزرق بلون السماء بلون البحر، بحر لبنان، هالبلاط الحلو يلي قديم بردك كأنه للجزور. فكرة الصنوبر انه ما قطعته ولا شجرة، بالعكس اضفته منازل للعصافير. قدي الفكرة عم نلاقي عصافير عم فوتوا بيطلعوا يعني بدون خوف. صح، هو ما في حدا عم بيجي لهون ويفوت لجوا الا بينصدم انه هاي موجودة هون، هاي هون، هاي دي موقعه هون. هلا نساب الطريق برا ما نساعدتنا كتير انه تعكس خلفية المحل، بس كل العالم عم تفوت تتفاجأ في هيك شيء، قاعدة ببيروت، في هيك قاعدة ببيروت، قاعدة حلوة، قاعدة بالطبيعة، كل العالم عم تتفاجأ. والشجر لا، نحن غير اللي كانوا موجودين زرعنا شجر ليلاندي، وكل شيء خضار عم نحاول نضل، حتى الجازون ما كان موجود نحن حطينا الجازون، كل شيء للطبيعة عم نحسنه. شو في شيء بحسن وبجمل عم بتأمنوه لهالعائلات اللي عم يجوا. بدي أقول لكل المغتربين اللبنانية أو العرب، لما بيوصلوا على المطار أول إذا بدك استراحة لازم تكون وين؟ ليلاندي أكيد. نعم، لأنه كتير قريب، كتير قريبة، هي ما بتبعد دقيقة عن المطار. إذا جايب السيارة دقيقة بيطلع الكوكودي، نزل الكوكودي دغري بنص النزلة، لكن من المطار لعند ليلاندي. رح نروح لحتى نقسم السكشنز، عنا أكثر من صالة. عنا الصالة الداخلية بتاخدوا فيها بالوينتر حفلات ومناسبات، وعنا الباحة هاي الكبيرة كمان مقسمة كأنه لثلاث صالات أو دور. السكشن مثل ما كنت عم تحكي أول شيء، هاي السكشن معمولة على مودرن قديم، على قصة ضايعة، والسكشن الثاني رايحة لا على المودرن أكثر، على الشيء الجديد أكثر، على الشيء الحديث أكثر، وسكشن جاي بالنص بتوين هاي وهديك. في الاندور سكشن للشتوية، إن شاء الله بالشتوية الجاي نكون عملنا شيميناه، حطينا كذا شيميناه كمان مع الأكل وكرمال التدفئة وكل شيء بيكون ممتاز. رح نروح لحتى نقول لكل الناس اللي عم يشاهدونا، نحن قادرين نأمن حفلات وإيفنتس. رح أبدأ مع الصغار وأرجع لعند الكبار. هيدي الكيدز أريا اللي حدي هون، قدي عم بتخلي الأولاد مبسوطين، وشو بتعملوا لهم كل يوم جمعة؟ هي الكونسبت تبع الأولاد صغار، يعني غير إنه الأولاد عم يكونوا مبسوطين، أهله عم يكونوا مبسوطين أكثر، لأن يعني في عدة نقاط. أول نقطة إنه قاعدين الأهل وعينهم على أولادهم، فبكون قاعد مرتاح ومبسوط، عم بيأرجل وعم بيعمل كل شيء، وعم بياكل ويتغدى، والاولاد موجودين حده، الاولاد عم يلعبوا بالكيدز اريا، وكل نهار جمعه نحن نكون عم نعمل انترتينمنت للاولاد، فيها ماجيك شو، فيها دوك شو، فيها كاركترز انيميشن، كذا شيء. هذه بكون كل نهار جمعه الساعه 6:30، وباقي الايام من الصبح لعشيه بكون مفتوحه الكيدز اريا، بيجوا بيقعدوا الاولاد بيلعبوا قد ما بدهم وقت، ما في تايم محدد. يعني هو في انترنس للاولاد بس ما في تايم محدد، بيقعدوا بيلعبوا كل الوقت اللي بدهم اياه، واهلهم قريبين عليهم وشايفينهم،
وفي موظفين جوا بالسكشن بيكونوا عم ينتبهوا على الاولاد وعلى سيفتي. سيفتي يعني هن بامان. صح. بدي تابع لحتى اقول بموضوع الايفنتس كمان اي حدا عنده خطبه باتشلر بروبوزل عرس بيقدر يستفيد منكم، لانه انتم عندكم اللوكيشن الحلو على التصوير بيطلع حلو، وكمان عندنا الكيترينج يلي بنعطي حسب المنيو اللي هو بده اياها الكلاينت، منيو سات على رايهم شو معقول نأمن لهم وشو متوفر دايما. هلا نحن عندنا دايما بناخذ باد داي، حجوزات لاعياد الميلاد، حجوزات للخطبه، اعراس، كل شيء من الاي تو زد فيهم ياخذوا من عندنا من الاي تو زد، وفيهم هن يختاروا شيء معين، كيترينج نحن بنأمن لهم، ويدنج بلانر نحن بنأمن، كمان كرمال اعياد الميلاد نحن كل شيء بنقدر نأمنه، وغير هيك غير مثل ما تفضلت وحكيت اللوكيشن كثير حلو، بياخذوا مجالهم وراحتهم لان في سبيس، في اريا كبيره، مش اريا محدده، اريا صغيره، لا اوت دور وفي اندور كمان، كمان الاندور كبيره والاوت دور كبيره ومتنوعه، يعني في كذا سكشن بيقدروا يختاروا، مثلا هون بدي اعمل هيك، هون بدي اعمل هيك، لا ما بدي هون، ويقدروا ينقوا فلكسبل. وحتى المنيو الديلي وان هي انترناشونال، كمان الاولاد كثير بحبوا الاشياء اللي انتم عندكم اياها، والكبار كمان يعني من بيتزا لبرجر لفاهيتا و و و كله متوفر، بالاضافه للاشياء الحلوه والسويت والشيكس وغيرها. طيب بدي احكي على موضوع قد يكون يتهيأ للبعض انه يمكن الاسعار غاليه، انه هيدي القعده المريحه او دور والى اخره، هل بنقول لهم الاسعار مقبوله ووسط ولا غاليه؟ هلا الحلو هون انه الكواليتي بتشتغل دور كثير كبير، يعني شغالين على الكواليتي من كل شيء، ان كان ككريب، ان كان كعصير، ان كان كاكل، واسعار كثير كثير مناسبه للجميع. بدي اذكر كل الاصدقاء انه عند ليلاندي نحن بنفتح من 9 الصبح لاي ساعه؟ من 9 للساعه 1، وبالصيفيه للساعه 2 ليلا؟ للساعه 1 ليلا، يعني لاحظوا قد ايه فينا نتروق هون، فينا نتغدى او بعد الظهر، وفينا كمان مش ضروري لا غدا ولا عشاء. سالته للاستاذ ابراهيم بيسوى حدا عنده بزنس، عنده زوم ميتنج، واي فاي مؤمن، بيقدر يطلب يمكن صحن او ارجيله او فنجان قهوه ويستمتع بكل الخدمه. هي رستو كافيه، فيهم يجوا ما يطلبوا اكل، ما يطلبوا حتى عصير، ما يطلبوا ارجيله، فنجان قهوه، اي شيء بدهم يطلبوه متوفر بالمنيو بيقدروا يطلبوه، وقد ما كانت قيمه الفاتوره انه ما لها علاقه. ما لها علاقه. هل هناك عروضات دائما؟ صح، نحن كل يوم عندنا عروضات، وكل ايام في عروضات، وحتى الفترات في عروضات الصبح، في عروضات دور، حتى في عروضات عشيه. بدهم يعملوا فولو على البيج انستا، فيسبوك، وتيك توك، ودائما نحن بننزل كل شيء عروضات، بنضلنا ابديتد كل يوم بيوم. شو بتقدروا تشوفوا على البيجز عندهم، على البلاتفورمز تبعولهم، كل العروضات، كل يوم في اشياء جديده، ودائما عند مين؟ ليلاندي لاند اكيد، اهلا وسهلا. البريك خلص، وبعد البريك وين معقول نروح يا ترى؟ رح نروح على الحمرة. كل الناس بيعرفوا أهمية هالمنطقة بكل الشوروم الرائعة الموجودة بسوق الحمرة. اليوم من شارع المقدسي بنتعرف على بزنس جديد لأول مرة أنا بضوي عليه. هالبزنس له علاقة بالصبايا والليديز وكل الستارز والبابليك فيجرز يلي بيحبوا يغيروا اللوك من وقت الى اخر. شعرك اسود عبالك تعمليه مارون فيكي، شعرك بني عبالك تعمليه اشقر فاقع فيكي، شعرك قصير بدك اياه يبين طويل يمكن، وكل النجوم والمذيعات والبابليك فيجرز تلجا لهم ليغيروا اللوك بطريقه يبين انه الشعر مع فروه الراس، مع الفرق، مع الغره، هالقد ناتشرال وهالقد حلو. انهم فلوريتا هير. ماذا بعد؟ منشاهد هيدي السيجمنت ومن بعدها أعطينا رأيك. I'm not one for the chatter blinds. You've broken hearts from time to time, but
هاي ليديز، مثل ما قلت لكم قبل شوي، المكان يلي انا هلا فيه هو مملكة الشعر. بتعرفوا الشعر تاج المرأة، كتار من الصبايا اوقات كتير بحبوا يغيروا الكالور، بحبوا يغيروا القصة، بحبوا يحطوا غرة، بحبوا انه يعملوا ريلوكينج بس بطريقة ما يقربوا على شعرهم. انا واحدة منهم يلي ممكن اوقات ما بدي قص شعري، بس ممكن هلا اتحمست اني اصبغ وقص واعمل كيرلي وكل هالشيء من دون ما المس ماي هير. كيف يا ترى؟ نتوجه لعند فلوريتا. شايفين كل هالرؤوس الحلوة عندي؟ كل حدا وكل نوع من الشعر هو لوك معين. فينا نشوف عندهم الليس، فينا نشوف عندهم الغامق مع ديجرادي على الفاتح، فينا نشوف الويفي وكل انواع الشعر يلي انتم بتتمنوا انه يكون على راسكم. اما الطريقه فهي جدا سهله. كيف معقوله انه نحط هالويج على راسنا؟ very simple. بالفيديوز ممكن تشوفوا كيف الصبيه تحولت من لوك للتاني بدقائق كتير كتير سريعه. على موضه الغره اكيد في اشياء الى غره، على موضه بلا غره اكيد في عنا ويكس من دون غره. اما الملفت بالاضافه للالوان وبالاضافه للاشكال، الملفت هو الكواليتي. الكواليتي اللي بتعطيني لوك الشعر الطبيعي. يوجولي اصدقائي لما منقول ويج وشعره طبيعي، يعني اذا بهيدا الطول بتكون تحطوا بادجت بالالف دولار. اما هنا وعندي فلوريتا بناخد الويج اللي بيعطيني لوك الشعر الطبيعي بكل الابعاد، حتى اللمعه لمعه طبيعيه، ولكن باسعار جدا 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 ملفته وتفاجئي بالاسعار الحلوه. بالنسبه لكيف بنقدر نحصل على هالملمس الطبيعي، لانه هيدا الويج مصنع من الياف، وهيدي الالياف استاتيك بطريقه تعطيك لوك ولمعه طبيعيه من دون ما انت تحتاري. كيف معقوله انه نحافظ على ويج تم شراءه من عند فلوريتا؟ كيف معقوله نغسله ننشفه؟ وشو هو البرودكت يلي لازم انه نستعملهم؟ بعد لحظات تابعي. صبايا صبايا صبايا، اكيد قبل شوي كنت عم خبركم كيف معقول انه نهتم بالويجز اللي دفعنا عليه وما دفعنا كتير وجبناه من عند فلوريتا. بعد شوي رح خبركم كيف. اما الانواع والاشكال والالوان، يعني الافريكان جيرلز بيقدروا يلاقوا مجموعه هائله من الويجز اللي هن كتير كتير سوبر كيرلي، وكمان بالالوان اللي هن بحبوا انه يغيروها. كمان عنا اكسسوارز لايك انه ممكن نلاقي الهات يلي هي مع الشعر، ملزق الشعر فيها اذا انت رايحة على الجيمس بكير، اذا عندك مثلا مناسبة سريعة ما بدك انك تهتم بشعرك، ما عندك الوقت انك تروحي على سالون دو كوافير، نربط شعرنا نحط الويج كله بيكون تمام. عندهم اكسسوارز مثل الجدولة يلي كتير هلأ تريندي، وعندنا الجدولة اللي كتير طويلة يلي بتبين كتير مهضومة وحلوة مجدلة من فروة الرأس للأسفل. بذكر انه الالوان كلها متوفرة، الاشقر بكل النيونسات تبعه وبكل الدرجات تبعه، وعندهم بوند مثلا مثل هيدا غرة، يعني يمكن انت شعرك اسود عبيلك تحط الغرة، بتحطي هيدا الغرة بصير كأنك قصيتي غرة، بس انت انفات ما قصيتي الغرة. اكيد هون عندي الريبون يلي هي كليبس من ورا كتير سهلين، وحتى عنا اشياء مثل هاي. كمان بدي ركز للناس يلي مش بس للري لوكينج بيقدروا يكونوا عند فلوريتا، عندهم مشكلة شعرهم خفيف، عندهم تساقط للشعر، عندهم بمكان ما الفروة الرأس فارغة، كله بيتخبى بطريقة ملفتة، وعلى شرط ما حدا رح يعرف انه هيدا
ويك، رح يسألوكي كيف وليه، رح تقولي فلوريتا. بالعودة إلى كيف فينا نهتم، هيدا السكشن كله شيء له علاقة بنوعية الشعر اللي عم يشتريه من عند فلوريتا. طبعاً يستحسن إنه ما ينغسل الويج عدة مرات بالشهر، يمكن مرة بالشهر إز أوكي. وعنده طريقة، نقدر نستعمل الشامبو الخاص بالويج، الكونديشنر الخاص بالويج، إيفن ذا وان هيدا كتير حبيته، الكير سبراي اللي بينرش وبيتمشط. هلأ أحسن ما نقرب عليه سيشوار، أفضل ما نقرب عليه البيبي ليس، ولكن إن كيس إن كيس إن كيس ولا بد انك تستعملي، بليز تحطي الفار او السيشوار او البيبي ليس على حراره جدا منخفضه منعا لحتى ما يصير عندنا دامج على شعره الويج. ماذا بعد؟ يقال العديد العديد، يقال المزيد المزيد. even the decoration is nice. الجيرلز والصبايا المحجبات حتى والغير محجبات رح يرتاحوا، رح ينبسطوا على الميررز، رح يكونوا مرتاحين عم بغيروا اللوك. انهم فلوريتا هير. No way قدي حلو، No way قدي حلو لبنان وكل الأماكن يلي بزورة مع فريق العمل والموجودة عنا بلبنان. تحياتي مجددا للجميع. طبعا الناس اللي عم بتتابعني اليوم كان عندهم نوع من الإبهار، كان عندهم نوع من الفرح لأنه تعرفوا على أماكن ربما ما كانوا سامعين عنها في السابق. اليوم كانت حلقتنا لكل الناس اللي ما صح لها ان تتابعني، كانت حلقتنا على الشكل التالي. البداية كانت بمنطقة برج حمود مع اذا بدكم ميزون دو بوتي له علاقة بالنيل كير والفيشل، ولكن التكنيك رفيعة المستوى. تعرفنا على افرودايت باي جي كي. من بعدها رحنا الى منطقة رائعة جنب مطار بيروت وتعرفنا على مكان ولوكيشن رائع، underlines على رائع. رائع لأنه الطبيعة بتحكي لحالها، رائع لأنه أشجار الليلاندي منتشرة دير من دار المكان، رائع لأنه الصنوبر يتكلم وبيعطيني نوع من الفي، ورائع لأنه الاسم مختلف. تعرفنا اليوم على ليلاندي لاندا. من بعدها ختمنا الحلقة مع ضيوف بمنطقة الحمراء من شارع المقدسي. تعرفنا على كل ما يتعلق بالشعر والويجز والإكستنشن على أنواعه والألوان والطريقة وكيف معقول نغير اللوك، وحكينا مفصلا عن فلوريتا هير. ماذا بعد؟ أنا بدي أقول أنه الوعد يتجدد واللقاء يتجدد وضيوف ولا أروع من هيك. next week من معقول يكونوا ضيوفنا يا ترى؟ أكيد ما بنعلن على الموضوع كي يبقى الفضولة. أما الشكر قبل كل التشكرات يعود لكل الناس اللي عم بتتابعني واللي عم تحكينا على ايجنسي عنا بلبنان على الرقم المتوفر على يميني. وطبعا هذا الرقم مخصص لكل حدا عنده بزنس بحيالة سكتر. عندك مصنع بتقول ألو، عندك مطعم، عندك فندق، عندك ريزورت، عندك جاست هاوس، بانجالوز، وات ايفر. اذا كان عندك مجوهرات، اذا حضرتك مهندس، طبيب، عالم، مستكشف، عندك جامعة، عندك مدرسة، كل هالامور نحن لها. منروح مع فريق العمل، منضوي على كل الاشياء اللي انت بتتمنى انه ناس يتعرفوا عليها بالطريقة المحترفة اللائقة اللبقة. وهيك منكون أضفناك إلى لائحة الأسماء الرائعين الموجودين عنا بلبنان. تخطينا أكثر من 5000 شركة انضم لإلنا بكل فخر حتى نحكي عنك ونقول
هذا الفاوندر عنا بلبنان. أما هلأ لائحة من التشكرات لابد منها كي يرتاح الضمير وتنبع التشكرات من القلب. البداية مع فولا بيوتي لونج. شو هالميك أب اليوم؟ شو هالرفعة الحلوة الصيفية؟ شو هالطريقة بوضع الألوان المناسبة للأوتفت؟ اليوم لما نقول عاملين ميك أب باللون النيلي الأمر محرج ودقيق، ولكن مع شجاعة حقيقي الأمر سهل وجميل. أما لما بنرفع كوافير وبنفس الوقت تكون هالقد ترندي، هالقد مريحة، هالقد براكتيكال، بعيدة عن المعتاد، نقول كاميليا رزق ماي هير ديزاينر فولا بيوتي لونج ثانك يو سو ماتش. من بعد أتحدث عن الموضة بكل الأبعاد. شوفوا هالأوفر أول الرائع، مش إنه بادي ليفان عادي، هالقد مريح فضفاض، الألوان الترابية مع لون الجينز والنيلي، المزيج كتير حلو. هو مريح فعلا لأي إيفنت سبيشال بالصيف، حتى كمان الصبايا اللي بحبوا الكات ستريت على التشست أكيد أكيد رح تكونوا عم تختاروا هيدا الأوفر أول أو مجموعة من الألوان المتوفرة عند كوكونيدا. كوكونيدا أكيد ما بينقال عنهم إلا كل ذوق وكل الشياكة وكل شيء ترندي انتو فاشن. هيدا هو الأوتفت الرائع فور توداي باي كوكونيدا. نهاية للرميرسيمون منروح لعند مارون داندان فوتوغرافي. كل الناس صارت تعرف هيدا الاسم. الكابلز يلي بيسألوني أوقات لإلي سيمبلي بقلن نعم هن الأفضل من ناحية الكواليتي، من ناحية التصوير، من ناحية فريق العمل، وطبعا من ناحية الأسعار الأفوردبل المناسبة لليوم تماشيا مع الناس والكابلز يلي بيكونوا عندهم كلفة كبيرة يوم العرس. مارون داندان thank you so much. نهاية لكل الكلمات كلمة تقال، وطبعا هي منبع وهي محفز للأمل. keep your hope keep your smile. وأنا رندا بحبكن كتير. Ciao, ciao.